ينضم إلينا عبر الهاتف الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قائد جهاز مكافحة الإرهاب في الموصل. أهلا بك سيادة الفريق. مرحبا بكم وبمشاهديكم الكرام. حياك الله. ما هي آخر مستجدات معارك التحرير اليوم؟ وأي المناطق تم تحريرها وأيها دخلتم إليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تعلمون يوم أمس أنه تم تطهير دورة المحروق ودورة العبادي والسيطرة على 80% أو أكثر بقليل من حي الزهور، وبذلك أيضا تم تطويق حي الفلاح وحي البريد، وهذه الأحياء ستكون تطهيرها خلال الساعات القريبة القادمة كونها تحت السيطرة، وكذلك تم تطهير حي الأخاء الأولى والثانية، وعمليات التطهير لا زالت مستمرة. نعم سيادة الفريق، استهداف داعش للأحياء المحررة بالهاونات والمفخخات هل لا زال مستمرا وكيف تتعاملون مع هذا الوضع؟ نعم، يعني هناك هاونات تطلق من مناطق بعيدة قريبة من النهر باتجاه الأحياء المحررة، وأما بالنسبة للعجلات المفخخة فنحن نسعى جاهدين أنه لا تصل إلى المدنيين، لكنه في بعض الأحيان قد يضطر إلى تفجيرها داخل الأحياء التي لا زالت تحت سيطرة داعش. وقبل أيام أحد شيوخ الفتنة المتواجدين للأسف داخل المدينة أنه استباح دم المواطنين المتواجدين في الأحياء المحررة كونهم يتعاونون مع القوات الأمنية، فنقول لهم صبرا أن موعدهم الصبح ليس الصبح بكريم. نعم سيادة الفريق، حصل يوم أمس تعرض على قطعات جهاز في شقق الخضراء، حدثنا عن هذا التعرض وكيف تم التصدي له، خصوصا وأن منطقة الشقق تحتوي على العديد من المدنيين. نعم، هو يحاول أنه يجمع قوات بعض عناصر المهزومين وكذلك بعض العناصر للتعرض على القطعات مستغلا الظروف الجوية، لكنه لله الحمد تم قتلهم بأجمعهم، والذين قسم منعتهم هربوا إلى مناطق إلى الخلف، فهذا ليس التعرض الأول. نعم هناك عدة تعرضات تحدث، يحاول أنه قد يستعيد قسم من المناطق أو لرفع معنويات مقاتليه المنهارة، لكن نقول لهم هيهات، نعم نحن عازمون على الوصول وتطهير الساحل الأيسر قريبا جدا إن شاء الله. نعم سيادة الفريق، ما هو تقييمكم للأوضاع الإنسانية للأهالي في المناطق المحررة وتحديدا بعد جولتكم برفقة اليونيسيف في عدد منها؟ يعني لا زال الوضع الإنساني اللي موجود للمناطق المحررة دون المستوى المطلوب، وناشدنا الحكومة المحلية أكثر من مرة للاهتمام بهذا الجانب وتأمين المستلزمات الأدوية والمواد الغذائية. نعم تأتي هناك الكثير من المواد الغذائية والمحروقات، لكنه لا توجد هناك آلية صحيحة للتوزيع. قسم من المواطنين قد يستلم أكثر من مرة، وهناك مواطنين إلى حتى هذه اللحظة لم يستلم أي حصة، فلا بد أن تكون هناك آلية، وهذه من مسؤولية الحكومة المحلية وليست من مسؤولية قطاعات الجيش. نحن نقوم بهذا الدور نتيجة غيابهم عن هذا الدور، فنضطر أن نرسل بعض المقاتلين نخليهم من الأماكن الأمامية للإشراف على عملية التوزيع، لكن هذا الإجراء يجب أن يكون على عاتق الحكومة المحلية، يجب أن يفتحوا مقراتهم في هذه الأحياء المحررة والسيطرة على التوزيع من خلال الوكلاء المواد الغذائية، ويتم التنسيق لكي يكون التوزيع بعدالة ويشمل الجميع، لأن هناك كثير من المواد لكنه سوء التوزيع قد ترك انطباع سيء لدى الكثير من المواطنين. نعم سيادة الفريق، هل بدأت الحياة في الأحياء المحررة تعود تدريجيا بعد أن افتتحت العديد من أسواق الخضار والمواد الغذائية في منطقة جوجلي وبدأ الناس بالتبضع لسد احتياجاتهم؟ نعم بدأت وتطلع، لكنه نحن نطمح ونتمنى إكراما لدماء شهدائنا أن تكون العالية أسرع بكثير من هذا، حتى نشعر أن دماؤنا أثمرت من أجل إعادة الحياة لأهلنا في الموصل. نعم سيادة الفريق، هل لديكم معلومات عن القطع الشمالي والعمليات، الموقف في القطع الشمالي؟ نعم، يعني هناك
خلال قريبا جدا ستتم حركة القطعات المحور الشمال الشرقي والجنوب الشرقي باتجاه الأحياء الشمالية والجنوبية لسرعة تطهير الساحل الأيسر، وكذلك حتى الساحل الأيمن هناك معلومات ستكون هناك عمليات قريبة جدا للدخول إلى الساحل الأيمن. نعم، شكرا لك سيادة الفريق.